الحاجات اللي هي تخلي ابني يبقى عنده عدم ثقة بالنفس. عدم ثقة في نفسه. حضرتك قلت المؤسسات يعني الأخطاء الأول. وأنا أنا رمزت بده ليه؟ يعني إن هي الحياة كلها مواقف. أكيد في جزء جينيتك واستعداد ووراثة. يعني ممكن بابايا جينيتيكلي في ناس كده عندها صخر كده تحمل ضربات 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 بس مفيش مشاكل, وفي ناس بتبقى وفي ناس لأ كسوفة فراجايل. مش بس كده, انت ممكن يكون عندك توينز واحد منهم كده واحد كده. صحيح. فالحياة بتحطك, باباك او مامتك بيحطك في حاجات, بتبدا بقى الحياة تاخد مواقف. اول حاجه في حياتك مش الاكل بس اللي بيديك ثقه في نفسك, بحطتك في رياضه وانت مش للرياضه, انت مالكش في الرياضه. باباك اهو, عشان كده قلت بس كلمه المؤسسات يعني. صح. فانا عايز اوصل انا او رياضه هو مش قادر عليها, مش قادر يعني يروح بقى يعمل سباحه مثلا, مش لازم يبقى في فريق يعني. لا كتير بس يدخلوا ابنه مثلا جودو كاراتيه مش عارفه تايكوندو كده, ويبقى هو الولد مش عايز يبقى خايف. عشان كده احنا لازم نعمل لاولادنا ستاديز يعني زي السوات اناليسيس اللي هو ايه نقط قوه ابني. أيوة. اكتبها في ورقه كده ابقى زي ما بعمل في البرنامج وفي التلفزيون وفي الشركه بتاعنا. بنعمل بنهتم يعني نعمل يعني ملفات نقط قوه ابني, كل واد ليه ملف كده نقط قوته سترينثز بتاعته ايه, عشان ما ينفعش كلهم يروحوا نفس الحته. يعني اول غلطه ممكن نكون احنا بنعملها. أيوة. نحط له اهداف كبيره, اهداف كبيره في السايز او اهداف مش بتاعته هو, عشان لما ينجزها جدا عشان لما ينجزها يحس ان هو انجز بالظبط وبقى عنده ثقه بالنفس. ايه كمان غلط بنعمله استكمالا لسؤال مها؟ نبطله عشان بعد كده نعرف ايه الصح اللي نعمله ونكبر الثقه بالنفس عنده. حضرتك اهو على الهوا, حضرتك حتى اولادك, انا ما اعرفش حتى اولادك في مدرسه واحده؟ لا, امال كل واحده في مدرسه مختلفه خالص. برافو عليك. بس بالصدفه هي جت بالصدفه. دي صدفه معاك. طب لو حطيتهم في مدرسه واحده ايه اللي يحصل؟ في مشكله. الناس الطبيعيه بتعمل كده, تحط في مدرسه واحده. يقول لك ازاي فرقوا بين اولادكم؟ انا بقول دايما فرقوا بين ابنائكم في المدارس. بجد؟ عارف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فرقوا بينهم في المضاجع, فرقوا بينهم في المدارس. ليه بقى؟ 600 مشكله هيتحطوا في موضع مقارنه, ان كانش سلوكيا فاكاديميا, بنت راجعه ماسكه الوشاح كده والتاني مستدعى ولي امر, عشان يواجهوا الحياه من البدايه. كل واحد ما يحسش, كل واحد يقف لوحده صلب كده, دي مهمه جدا. يتسندوا بعدين. تمام. المشكله الاكبر انه ممكن تلاقي, دي مهمه جدا استاذ مها برضو, الكبير مش ناضج شويه لكن الصغير انضج. هو اللي بيجي. طب دكتور ايهاب, في حد سال على الصفحه بتقول لو ابني عنده 10 سنين اوكي وعصبي باستمرار, خلقه ضيق جدا مع اصحابه, بيتكسف ان هو يطلب طلبات او مثلا رغبات, هل ده عدم ثقه بالنفس وازاي اعالجه؟ عدم ثقه في النفس وازاي اعالجه؟ يعني ما كانش الطفل ده اصلا طول عمره عصبي. في الام دي هتقول لك ايه, هو يا دكتور بعد ما دخل مدرسه وبعد ما عاشر الاولاد بدا يبقى عصبي من لحظه, ما بيطلبش بيتكسف, هو مش عايز يخسر اصدقائه اللي هما يعني يا دوب بالعافيه اللي بيتنمروا بيه, اللي هو في مشكله في وضعك انت في وسط العيال دي. هل انت ماتشنج مع العيال دي؟ ممكن يكون ثقافيا, ممكن يكون سنيا. العيال لما يقعدوا كل شويه يضحكوا عليك, ايوه البير بريشر ده, انهم عايزينه بشكل معين, عايزين يلعب بطريقه معينه, عايزينه يلا انزل, مامته معوده مؤدب قوي يذاكر ويسمع الكلام, اصل مامتي قالت لك, اصل بابا يقعد يضحكوا عليه ضحك. ما تخليش ولادك مضحكه في زمن دلوقتي. طب تعالج الادب, هو يعني الادب. الحاله دي بقى نعالجها ازاي؟ الولد ده دلوقتي ده. عشان حضرتك تشيل العصبيه, في ناس متصوره بقى انها يعني احنا ساعات بندي ادويه. بس مش دي الفكره. اديك ادويه ممكن تحسنك شويه لكن انت ما حلتش الموضوع. ايه الموضوع؟ الموضوع انت بتبص بقى نظر كده على مدرسه ابنك في وسط اصحابه او في الجيم ولا في النادي في وسط المدرب بتاعه, لو لقيت فيه انكونفينينس, في حاجه مش مظبوطه, ركزت كده لقيت العيال دول بيقدروا اكتر منه في حاجات. وبعدين عشان هو ما يخسرهمش, يعني دايما العيال دول بيشحطوا اصدقاء فهو ما صدق جمعهم, فالعيال دول بيبتزوه. يعني مثلا يقول له تعالى عشان يفضل محافظ, ما تعزمنا عم على شوكولاته, ما تعزمنا على مش عارف ايه, يروح يعزمهم. وساعات الاب بيبقى عارف ان ابنه كده فبيضطر يمده, هو بيشتري ثمن صداقتهم, بيشتري ثمن صداقتهم. بالذات لو وحيد بتحصل كتير, لو طفل وحيد لانه ما عندوش طفل وحيد ده بيساعد اخوات اصحاب, العيل بيتعصب ويفقد ثقته في نفسه لو العيال اشعروا بان هم يعني بيجي يلعبوا كوره ما بيعرفش يلعب حلو قوي. لان انت برضه حطيته في سنه اعلى برغم ان هي سنته, عنده التازر الحركي الكوردينيشن مش حلو.